الإنسان عموماً لطالما كان بحالة حوار وجدل مع حاله، أوقات بيروح يسأل حاله أسئلة بديهية بس بيكتشف إنه ما إلى جواب مقنع، بس يمكن إلى تفسير جواب بس ما بيعرفه لسه، أو حتى أسئلة فلسفية بسيطة عن حياته، مصيره، وجوده، أو حتى عادات وتقاليد ومفاهيم وصلته من زمان. منا صار بلا قيمة ومنا ما زال مستمر لحد الآن. أسئلة جدلية كتير عن العالم والإنسان وكيف اكتسب المعرفة، وأسئلة كتير عن الحياة وعن الفكر والعقل والوعي. أسئلة كتيرة ممكن تلاحق الإنسان الواعي أثناء عزلته وفراغه. أسئلة عن شو؟ ما بنعرف. وكيف بنعرف إنه ما بنعرف أصلاً؟ ونحن بجدل ضروري رح نحاول نبسطها أكثر ونفكر خارج الصندوق ونطرح الأفكار من وجهة نظر جديدة، والهدف إنه نعمل جدل ضروري مفيد لحتى الإنسان يفكر، ونحاول إنه نعطي معلومة أو مفتاح يخلينا نوسع فكرنا أكثر وما نتردد نبحث ونسأل ونجادل بحرية. وطالما إنه الجدل هو أساس كل شيء، وطالما إنه لولا جدل ما كانت تطورت البشرية ولا استمرت. جدل ضروري لأنه الجدل ضروري. رح كون أنا معكم ميلاد عيسى، كنت معكم أنا روان شدود. لايك شير سبسكرايب، انطرونا.